عجيب قوي بموضوع. انا بتفق معاك فعلا، احنا كنا عايزين نروح للتفاصيل شويه، لان فكره هنا الدرجه الثالثه والرابعه فعلا احنا دايما بنتحدث، وده حصل قبل كده، ان حتى لو في عربيه اسعاف، عفوا حتى لو ما حدش اقتحم بعربيه يعني او عربيه ملاكي، بيكون اوقات ما فيش عربيه اسعاف، بتكون عربيه نقل موتى. ده مشهد شفناه من شهر ونص كده. كنا قايلين خبر مشابه لده، مش مشابه، ده خبر بحذافيره زي ما انت بتقولي، عربيه سياره نقل موتى بتنقل لاعب مصاب، واحنا مش هنخلص من المواويل دي. لا فعلا انا بتفق معاك، وبنعيدها مره ثانيه للخبر اللي كان معانا، اللي هو في الدرجه الثالثه المسعف السائق زي ما حضراتكم شايفين داخلين، بدل ما يدخلوا بعربيه الاسعاف وما كانوا بيأدوا الصلاه، وتم نقل اللاعب يعني المصاب بسياره ملاكي دخلت زي ما حضراتكم شايفين. يعني ما حدش بيعترض على حاجه، ولكن المفروض يكون في بديل، المفروض يكون في برضو حد متواجد لاي ظرف كان، ما ده برضو عمل، والعمل عباده، يعني احنا مش عايزين نخش برضو في الحته دي، ولكن لما حضرتك تقصر في عملك برضو أكيد هتحاسب، يعني القصة برضو لازم ما تكونش بهذه الصورة. وأنا بس كنت عايزة كمان أعرف منها هي الإجراءات اللي اتخذت بعد كده إيه، يعني مدتناش فرصة يا ست الكل، مدتناش فرصة نسأل. بس هو تعالي نتخيل مع بعض جدلا كده، لو كان صاحب العربية الملاكي ده مش موجود وكان حد مثلا بموتوسيكل، يعني كنا هنشوف اللاعب المصاب قاعد ورا سواق موتوسيكل طالع بيه على أقرب مستشفى، أو كان لا قدر الله لو الإصابة شديدة كان ممكن إن هي تنتج عن يعني مشكلة كبيرة صحية للاعب، يعني ممكن ما كانش يلحق. فموضوع مش شرط كل مرة يعدي يعني على أو بسلامة، فنتمنى يعني هو في جانب، في جانب ساخر بطبيعة الحال، بس الحقيقة طالما بنتكلم على أرواح وبنتكلم على إصابات يبقى حتى الجزء الساخر مش ساخر، ده اللي هو بيسموه ضحك كالبكاء اللي بيحصل ده. أنا عايز أروح بقى